والشباب ضايعين ولاد التراويش كياكلوا العصا. الشباب ضايعين ولاد التراويش كياكلوا العصا. الشباب ضايعين ولاد التراويش كياكلوا العصا. بنتي عندها البال كتبيع شوية الخوي باش تخوتني باش تخوتني. جاو هزونا الخويس جابت هي وياهم هزوها وزادوا بها الكوميسارية. أربع أيام وهي عندهم عندها الباط حفاظة كدير واحد الشعبة هما ملي عرفوها كيبكيو. أربع أيام وهي عندهم القائد قال لي تنازل ولا اليوم أصبح كلشي مخلوب عليا. هوت على السيد العامر على الله هوت على السيد العامر على الله وبقى معايا قال لي أشنو خصك شنو وليداتي دوهم لي الحبس قال لي عندي 50 سنة وعنعبر 80 الولاد محمد الهيروزي جنرني توا العريش والد 63 درت كرسي ما سفرت ما سرقت ما تنعهد ولادي بغيت تقري يا سيدنا. عندي خمسة كيقراو الحجي وحيدر الباط هما دخلوني للحبس على مناقشة على خبيز كتبيعو باش كتقول لي ما تنساش عباد الله انا ندير هكا ونعطيك 50 درهم اللي كبتات في النهار كون يبقى لي كرامتك مخلي لي كرامتي مولاي الدوهري اليوم الحبس مولاي الله ينصرك شعبك كيضيع شي يا مولاي دوك الناس اللي كيجيو لعندنا من عامين من باشا من قايد مولاي قدام كيكونوا رجال جايين يخدموا هكا كيلحقوا للعريش كيخلبوا الفيستا يا مولاي. وعلى مولاي انا مزاود لبست به في الموقع هذا ورا العريش ما هي في النصها والله تنعريش الناس هما اللي ولاد الناس ولكن اللي كيجيو يخدموا فيها اللي كيوسخوها والله مولاي اللي كيجيو فيها كيوسخوها مولاي الله ينصرك مولاي الله يخليك وليداتك بنيتك وليدك ومراتك وخوك مولاي رشيد وعسرة العلوية الله يعاونك على هذا الشعب وعلى العرب كامل اللي هما ديننا واحد. عاش الملك وعاش عاش الملك عاش الملك عاش الملك.